هنا مركب محمد الخامس، هنا جنبات دونور. مشاهدينا الكرام، هنا في هذا المكان بالضبط كيف ما كتشاهدوا معنا، هنا بالضبط من امام مركب محمد الخامس، حيث تعبت البارح مع 8 واحد المباراه بين فريقين الكبار، الوداء عفوا الرجاء البيضاوي، وكذلك نهضه بركان. مباراه اللي تبارك الله حضر لها واحد عدد جماهيري كبير، مباراه اللي كان فيها واحد الحضور جماهيري كبير على ارتفاع درجه الحراره الى ان اثار فريق الرجاء. ونهضه بركان كذلك لبوا النداء وجاوب اعداد غفيره، ولكن للاسف الشديد بعد انصار الفريقين بالضبط العوده نرجع معكم عوده لمكان الشغب. هنا بالضبط هذه الصوره اللي كتشوفوها معنا على المباشر، هنا في نقاء الشغب، هنا للاسف وقعوا بعد المشاهد اللي شفناها صراحه صدماتنا كاملين، مشاهد اللي ديال القاصرين ديال كاينين شي الناس اللي بعقلهم، كاينين شي الناس الكبار وبعقلهم كيديروا واحد الامور اللي بكل صراحه كتخدش باسم نادي الرجاء، كتخدش اسم جماهير الرجاء، جماهير الكبيره وجماهير العريضه. هنا بالضبط تبعتوا معنا في اللايفات البارح مشاهدينا الكرام، ان بالحجر رشق بالحجاره على رجال الامن، على رجال الامن، رجال الامن اللي غيكيجيو دور باش يحميوك، رجال الامن اللي كيسهروا على السلامه ديالك من اول من يحضر اخر من يغادر. للاسف الشديد اللي ما عندوش شيكي كيجيب لا شيكي، للاسف الشديد بعض القاصرين ما هموش انهم يدخلوا يتفرجوا في الرجاء، ما نقولش غير القاصرين، ما كنحملوش مسؤوليه القاصرين فقط، ولكن كاينين شي ناس اللي بعقلهم ما كيهموش جمهور الرجاء او فريق الرجاء، من غير كيهمهم اكثر انهم يجيو يشفروا شحال من هادشي. ما كنسميهمش انصار فريق الرجاء ولا انصار فريق النهضه البركانيه، لا، هادو مشاغبين، هادو بكل صراحه كيخشوا اسم الجماهير المغربيه. هنا بالضبط في هذا المكان هذا امام مركب محمد الخامس كان الرشق بالحجاره، كان الله يستر الناس باغي تهجم باغي تدخل الصحه. مشكورين رجال الامن على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، ولكن بكل صدق وبكل صراحه الامور اللي شفنا البارح لا تموش بسله كره القدم، لا تموش بكره القدم، اي سله عفوا، لا بالروح الرياضيه، لا روح التضامن. كنعرفوا حنا كخوت كمسلمين اولا، كمسلمين اولا، كمغاربه ثانيين، كمحبين لنفس الفريق ثالثا، حشومه اننا نشوفوا بحال هذيك المشاهد اللي شفنا البارح. هنا دونور للاسف الشديد مازال كنشوفوا اعمال الشغب، نحاول نرجعوا في هذا المباشر مشاهدينا الكرام لمكان الشغب اللي وقع البارح كيف ما كتشاهدوا معنا. نتمنى ان هذا الشيء ما يبقاش يوقع، نتمنى ان هذا الشيء الانسان تبدل العقليه، ما عندك شي كيما كاينش لا جديد التيران، ما كتبغيش واحد الفريق، ما كتبغيش خوتك اللي كيبغيو معاك نفس الفريق، ما كاين لا جديد التيران، مجموعه من الامور خاصها تبدل بكل صراحه في العقليه. حنا بغينا في هذا المباشر نوصل واحد الميساج اللي كنتمنى انه يوصل. رجعنا بكم مشاهدينا الكرام مكان الشغب اللي هو هذا، هنا كنعرفوا كاين ديما كيتبناو الحجر، ناس كيبان لهم الحجر، والحجر من الحجم الكبير، شفتوا معنا البارح على شفتها في لايفات حصريه كيفاش توقع شنو وقع، بزاف امور اللي صراحه صعيبه صعيبه، مشاهد مؤسفه شفناها البارح للاسف الشديد. هنا مركب محمد الخامس قبل مباراه الرجاء والنهضه البركانيه، للاسف الشديد مشاهد نتمنى اننا ما نبقاوش نشوفوها، مشاهد نتمنى سابقا اننا